أهلا بيكم في محاضرة جديدة من مقرر مادة إعلامية بلغة أجنبية اللي مقدم لطلاب المستوى الثاني قسم الصحافة وقسم العلاقات العامة والإعلان. دي محاضرة الأسبوع العاشر ودي المحاضرة الخامسة اللي بنتابعها لكم عبر الإنترنت. معاكم الدكتور أحمد إبراهيم. النهاردة عن البابليك سبيكينج ودوت في كتاب عندكم في صفحة 58. سبيكينج أو التحدث بصورة علنية رغم الناس كتير جدا بتخاف منه لأنه هو بيعد فرصة كويسة جدا للتعبير عن النفس وبيؤدي إلى وجود ذكرى جميلة الناس ممكن تفتكرها وفرصة إن الناس تقدم. لازم ناخد بالنا إن الحديث بصورة علنية ديت مهارة، والمهارة سهل إن إحنا نتعلمها مش صعب، مفيش حاجة صعبة إن إحنا نقدر نعملها طالما عندنا الإمكانيات وعندنا القواعد ونقدر إحنا نتعلم. وقبل إن إحنا نتعلم فشيء طبيعي إن إحنا نحاول ونجرب لغاية ما نقدر إن إحنا نتمكن من ان احنا نقوم بتحدث بنا. طب اهميته ايه؟ اهميته كتير جدا وانت قلتوها قبل كده، هو ان انا اعبر عن نفسي، ان انا اقدر اكسب مركز معين، ان انا اقدر اترشح في منصب معين، ان انا اوضح فكرتي، ان انا لو شغال في شركه وعايز اوصل الفكره للمدير بتاعي اقدر اوصل له الفكره دي. فاكرين لما قلتوا المثال ان انتوا لو قاعدين تطلعوا رحله وعايزين تقنعوا الدكتور فوزي محتاجين حد يقف يتكلم بنيابه عنكم قصاده قصاد الدكاتره، فرصه كويسه. طبقوا الفكره دي على اي حاجه تلاقوا أهمية في أهمية كبيرة جدا للحديث العلمي. كده هو يعني مش عايزين نخوفكم، ولكن لما سألوا الأمريكان إيه أخطر أو أكتر حاجات 10 حاجات بيخافوا منها، تخيلوا إن رقم واحد طلع إيه؟ التحدث بشكل بصورة علنية يعني، وبعد كده الارتفاعات والحشرات والمشاكل المالية والمياه العميقة، لكن أهم حاجة طلعت بيخافوا أكتر حاجة بيخافوا منها public speaking. معنى كده هو حاجة صعبة مش سهلة ولكن مش مستحيلة. أي حاجة في حياتنا هي بنتعلمها بتبقى بعد كده أسهل. في ناس بتفكر فيه إن هو حاجة ممكن تأذيه في الشغل بتاعه، ممكن تكون مرهقة ليه عصبيا، ممكن بتأدي إن هو الأدرينالين بيزيد إفرازه في الجسم. الأدرينالين ده هو هرمون بيساعد البني آدم على التخلص أو إن هو يقوم بنشاط غير طبيعي في وقت خاص جدا، يعني يكون واحد خايف ليه بيجري بسرعة أكتر من الوقت الطبيعي اللي هو بيجري فيه. السبب إن الأدرينالين تم إفرازه وبالتالي إدى نشاط أكتر للجسم. في مجموعة من الحاجات اللي بتخوف الناس إن هم يتكلموا بشكل علني. رقم واحد إن هو يخاف من الناس نفسهم، fear of people. حاجة تانية إن هو يخاف إن هو يتكلم أصلا، طريقة الكلام يخاف إن هو كلامه ما يكونش صحيح، كلامه يتلخبط فيه. الحاجة الأخيرة fear of ridicule اللي هو يخاف الناس تسخر من اللي هو بيقوله. أوكي، لو إحنا قدرنا إن إحنا نتعلم إزاي نقدر نتكلم، الحاجات المخاوف دي كلها هتتبخر، مش هيبقى عندنا أي خوف علني. طيب إيه الأعراض المرتبطة بإفراز الأدرينالين؟ عندنا مجموعة من الأعراض كلنا بنحس بيها لما نكون في موقف مش طبيعي، إن النبض بتاعنا بيزيد، التنفس بتاعنا بيزيد، بيبقى في عندنا أعصابنا مشدودة وإيدينا ورجلينا وزورنا، بيبقى في بيقول لك رئتك ناشف كده، زورك ناشف خلاص، الكف بتاعتك بتعرق خلاص، عينك مش باين، ما بتقدرش تشوف فيها بشكل كويس. طيب ازاي احنا نقدر ان احنا نسيطر على خوفنا من التحدث قصاد الاخرين؟ اول حاجه اعرف الجمهور اللي هتكلم معاه. انا بتكلم قصاد مين دلوقتي؟ مجموعه من المتخصصين ولا مجموعه من العامه جايين نتكلم في ايه؟ ايه الخصائص بتاعتهم؟ سنهم متقارب ولا في اعمار مختلفه؟ النوع بتاعهم، الجنسيه، اللغه، كل ما تعرف اكتر عن الجمهور بتاعك كل ده بيساعدك ان انت تسيطر عليهم، او مش بس تسيطر عليهم لتوصل المعلومه بشكل افضل. ده رقم واحد يعني. الحاجه الثانيه ان انت ريفيو ذا فينيو، نقصد بيها ان المكان اللي انا هتكلم فيه لازم ابدا اتعرف عليه وازوره لو اقدر ان انا ازوره. يعني بعض الاحيان بنروح اماكن جديده ما نعرفهاش خالص، المفروض ان نتكلم في الوقت الحالي فخلاص ما فيش فرصه، لكن لو عندي فرصه بروح قبلها بيوم بتدرب هناك، قبلها بساعه بساعتين اطلع اشوف المداخل المخارج، المكان اللي هقف فيه، المكان اللي هتكلم من خلاله. Do your research and know your facts.
ذاكر كويس اي معلومه تيجي تتكلم فيها مع الناس، لازم تقعد تذاكر كويس مره واتنين وتلاته عشان لما تعرف تتكلم يكون متاكد من اللي انت هتقوله، ما يكونش في فرصه ان حد يطلعك غلطان في المعلومات اللي انت بتقولها. احنا بعد كده consider the emotional issues of your message، في جوانب عاطفيه وحسيه وليها مشاعر ليها علاقه بالرساله بتاعتك دهيت، خلي بالك منها، قد يكون كلامك ده بيؤثر على مشاعر الاخرين، سواء برضو اتفقنا بالسلب او بالايجاب، فرد الفعل بتاعهم ممكن يكون نافع او ضار للحديث بتاعك. اخيرا anticipate the questions you may be asked and prepare answers، انا عارف كده هوت ان الموضوع بتاعي فيه مجموعه من الاسئله اللي ممكن الناس يسالوها، هبدا اجهز نفسي ان انا اجاوب عليها، بعرف مصادري، بعرف الامثله اللي هقولها. على فكره لو حضراتكم حد بيبص على رؤساء لما يجوا يتكلموا قصاد العامه، حتى لو بان عليهم ان هم مش بيقروا من ورق، لكن هم دايما بيقروا من حاجه قصادهم، والنكت والقفشات اللي بيقولوها او الملاحظات او الامثله كلها حاجات مدروسه، مش حاجه جايه وليده اللحظه، ولكن هي دايما معده سلفا. واهم حاجه دايما نعملها ان احنا تو براكتس، ان احنا نتدرب. يعني ايه اتدرب؟ يعني اتدرب على الكلام اللي هقوله، اتدرب على وقفتي، اتدرب على مشيتي، هقرا اكتر من مره قصاد المرايه وهعيد نفسي وحركاتي وايديا، ولقيت ان انا في اي عندي لازمه كلاميه، لازمه كلاميه يعني في كلمه بكررها كتير بلا داعي، او لقيت ان في حركه ايديا حركه عصبيه بتتكرر كتير، اخد بالي منها بشكل كويس علشان ما تبانش ان هي بشكل مش ملهاش لازمه، مش ما بتضيفش شيء للرساله اللي انا بقولها. ساعات بيكون عندنا كلنا في بعض الاحيان بيكون عندنا لزمات عصبيه، واحد بيرفع ايده دايما يهرش في دماغه وهو بيتكلم، مع ان ما ينفعش ان هو يهرش في الوقت ده، هو ومكنش اصلا محتاج ان هو يرش، بس حركه عصبيه. واحد على طول بيبص في اتجاه تاني، واحد بيطقطق اصابعه، كل الحاجات دي ما تنفعش. خلاص نتاكد من صوتنا عالي ولا واطي، محتاج ان احنا نخفضه، محتاج ان احنا نعليه، محتاج ان احنا نغير التون بتاعنا، كل الحاجات دهيت محتاج ان احنا نتاكد. برضو من الحاجات المطلوبه مننا ان احنا نتأكد إن العصبية دي شيء طبيعي، أي حد بيجي يتكلم قصاد الناس بيكون في البداية بيكون عنده شوية توتر، وعلى فكرة حتى الدكاترة بيجي يكلموا حضراتكم في البداية بيكونوا متوترين، مش كلنا عندنا نفس الأريحية، حتى في أول يوم في أول محاضرة في أول 5 دقايق في كل محاضرة بنكون لسه بنتعود على بعض، لسه بنبدأ إن إحنا بنفكر إزاي نقدر إن إحنا نوصل الرسالة، فالعصبية أو التوتر في البداية بيكون شيء طبيعي. دايما خلي عندك فرصه ان انت حتى لو غلطت عندك فرصه ان انت تصحح اللي انت قلته، قول انا ما اقصدش كذا، انا اقصد كذا، لو في عباره طلعت غير صحيحه يا جماعه انا ما اقصدش ان انا اقول المعلومه دي. في حاجه تانية برضو مفيده جدا، ان احنا عندنا مجموعه من التكنيكس او الطرق اللي بتساعدنا ان احنا نسترخي. اول حاجه ان احنا عن ستريتشنج، يعني نمد جسمنا حركات رياضيه، ان احنا ننظم ناخد نفس عميق، ان احنا نفرد جسمنا، ان احنا نفكر في حاجة كويسة، وان احنا نتخيل ان المحاضرة بتاعتنا او الكلام بتاعنا هيتم بشكل كويس، كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نقدر ان احنا نوصل ل عايزين نعمله في المحاضرة بتاعتنا، وفي نفس الوقت بيبعد الخوف اللي موجود وبيطلع التوتر الموجود عندنا. مطلوب من حضراتكم تكليف، عايز حضراتكم تختاروا فيديو لأي واحد بيتكلم بشكل عالي، حد من الرؤساء، وطلعوا منه اكتبوا لي كده هوت أهم الإيجابيات والسلبيات اللي اتعلمتوها أو اللي أنتوا شفتوها في الخطاب العلني ده هوت. هتبعتوا اللينك بتاع الفيديو والسلبيات والإيجابيات والإيجابيات للأستاذ أحمد ممدوح على البريد الإلكتروني بتاعه. يلا أشوفكم على خير وخلي بالكم من نفسكم.